بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح كيفية تسمية الأمينات وما هي الأمينات. إذا بالنسبة الأمينات هي مركبات عضوية مجموعتها المميزة هي NH2. هذه NH2 تسمى بأمينو، يشتق اسم الأمين من اسم الكال الموافق له بإضافة المقطع أمين في نهاية اسم الكان مسبوقا برقم الكربون الوظيفي في السلسلة الكربونية. إذن دائما من أجل يعني تسمية الأمينات، أولا يجب اختيار السلسلة الرئيسية، والسلسلة الرئيسية هي سلسلة كربونية تحتوي على الكربون الوظيفي، أي الكربون المرتبط بإناش بإناش 2. ثم بعد ذلك نسمي السلسلة الرئيسية، تسمية السلسلة الرئيسية كتسمية ديال الكانات المتفرعة. وبعد ذلك نضيف الرقم ديال الكربون الوظيفي وننهي التسمية بكلمة أمين، مثلها كمثل الكحولات. إذا هنا عندنا بعض الأمثلة، إذا الصيغة النسل المنشورة للأمين مثلا عندنا CH3 CH2 NH2، هذه الصيغة النصف المنشورة. إذا عندنا هنا تسمية ديال هذا المركب العضوي، إما أننا نبداو من هذه الجهة أو من هذه الجهة، رقمنا من هذه الجهة 1 2، رقم من هذه الجهة هو 1 2، إذا الرقم الصحيح هو من الجهة هذه من الكربون الوظيفي. لكن بالنسبة للإيطان عنده فقط 2 ذرات ديال الكربون، إما يكون NH هنا أو يكون هنا، بمعنى أنه إما يكون الكربون الوظيفي هو هذا أو الكربون الوظيفي هو هذا. إذا كان هو هذا يحمل رقم 1، كان هو هذا يحمل رقم 1، وبالتالي دائما يأخذ الكربون الوظيفي رقم 1. الاسم ديال هذا نسميه إيطان، ثم أمين، بالنسبة للمركب العضوي الثاني عندنا هنا لاحظوا 3 ديال ذرات ديال الكربون، 1 2 ثم 3. إذا عندنا هنا الكربون الوظيفي هو هذا لأنه مرتبط مع NH2. إذا نرقم، إما نرقم من هذه الجهة أو نرقم من هذه الجهة. رقمنا من هذه الجهة عطانا 1 2، أي هذا الكربون الوظيفي هو رقم 2. رقمنا من هذه الجهة 1 2، أي الكربون الوظيفي هو رقم 2. وبالتالي سواء رقمنا من هذه الجهة أو من الجهة الأخرى غنحصلوا على نفس الرقم للكربون الوظيفي. إذا هذا هو البروبان، هذا يسمى 1 2 3 هو البروبان 2 أمين. دائما ما نساوش هاد العريضة ضرورية التسمية. ثم المركب رقم 3، إذا عندنا لاحظوا عندنا سلس، أولا هذا هو المجموعة المميزة NH2، إذا هذا هو الكربون الوظيفي. إذا اختاروا السلسلة الرئيسية بحيث أنها تحتوي على الكربون الوظيفي. إذا إما يكون عندنا هذه أو لا هي هذه أو لا هذه، نختار مثلا هذه. إذا اخترنا هذه الرقم إما من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. رقم من هذه الجهة عطانا 1 2 3، رقم من هذه الجهة 1 2 3. إذا بحال بالنسبة لهذا المركب، سواء رقمنا من هذه الجهة أو من هذه الجهة، غنحصلوا دائما على رقم الكربون الوظيفي هو رقم 2، ورقم جدر الألكيلي هو رقم 2 كذلك. التسمية هذه هي البروب، هي 2 ميثيل بروبان 2 أمين. إذا الصيغة رقم 4، عندنا هنا CH3 CH2 NH2. هنا أولا نختار السلسلة الرئيسية، إما تكون هي هذه أو لا هي هذه أو لا هي هذه، نختار هذه مثلا هذه. إذا السلسلة الرئيسية قلنا دائما يجب أن تحتوي على الكربون الوظيفي، لأن ليس هذه السلسلة لا تحتوي على الكربون الوظيفي، وبالتالي هي سلسلة غير صحيحة. بالنسبة لهذه تحتوي على الكربون الوظيفي، وبالنسبة لهذه تحتوي على الكربون الوظيفي. إذا سواء اخترنا هذه أو لهذه نحصل على نفس الاسم، إذا نختار هذه. إذا الترقيم نبداو من هنايا من هذه الجهة، لأن هذا هو رقم 1 1 2 3. إذا هنا يسمى لدي 2 ميثيل بروبان 1 أمين. إذا
إذا هذا هو الاسم يجوز عارضة ميثيل بروبان واحد أمين. إذا نعطي مثالين آخرين أو مركبين عضويين آخرين اللي هما ينتميان إلى مجموعة أمينو. إذا لاحظوا عندنا هذه المجموعة أو هذا المركب العضوي هو يحتوي على هذه المجموعة المميزة، وكذلك بالنسبة لهذا يحتوي على هذه المجموعة المميزة، هذا هي أمين، يعني هذا أمين وهذا كذلك أمين. إذا التسمية ديال هذا المركب العضوي، لاحظوا المركب العضوي رقم واحد، إذا كيفاش غنسميه؟ إذا الطريقة ديال التسمية، إذا أولا نختار السلسلة الرئيسية بحيث تحتوي على الكربون الوظيفي، وبالتالي إما أنها تكون هو هذا، السلسلة الرئيسية هي هذه. هذه باللون الأحمر، أو تكون هي هذه باللون الأخضر، أو تكون هذه باللون الأزرق، يعني هذه، أو لا تكون لهذه بالأصفر، باللون الأصفر اللي هي هذه. أولا بالنسبة لهذه السلسلة باللون الأصفر، هل تحتوي على الكربون الوظيفي؟ إذا لا، لا تحتوي على الكربون الوظيفي، وبالتالي هي ليست بسلسلة رئيسية. إذا بقينا بالنسبة لي باللون الأزرق، لاحظوا عدد من الكربون واحد جوج ثلاثة. بالنسبة لي باللون الأخضر عدد كذلك واحد جوج ثلاثة، إذا هادو قد. بالنسبة لي باللون الأحمر عنده واحد جوج ثلاثة أربعة، وبالتالي السلسلة الرئيسية أطول سلسلة، إذا هي باللون الأحمر. إذا بالنسبة لي باللون الأزرق واللون الأحمر الأخضر، يعني ليست بسلسلة رئيسية. ثم بعد ذلك نرقم السلسلة بحيث الكربون الوظيفي أخذ أصغر رقم ممكن. إذا نبدأ الترقيم من الجهة، واحد جوج ثم ثلاثة أربعة، لأن الكربون الوظيفي أخذ رقم واحد. إذا بدينا من هذه الجهة يأخذ واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا يأخذ رقم أربعة وواحد أصغر من أربعة، إذا الترقيم الصحيح هو اللي درناه باللون الأصفر. إذا عندنا، لاحظوا عندنا جدرين ألكيليين، عندنا جدر ألكيلي رقم واحد وجدر ألكيلي رقم اثنان. إذا عندنا هذا سي اتش ثلاثة وهذا كذلك سي اتش ثلاثة، إذا هذا كتسمى الميتيل، يعني الميتيل وهذا كذلك الميتيل. إذا هنا بجوج كاينين في الكربون رقم اثنان، إذا التسمية ديالهم هي جوج فاصلة، دارو ديرو فاصلة بيناتهم عارضة، يعني إذا كانوا جوج كنديرو ثنائي، يعني ثنائي باش ما نعاودوهمش، ثنائي مثيل، ثنائي مثيل. ثم نسمي السلسلة الرئيسية، شنو عندنا من الكربون في السلسلة الرئيسية؟ عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا أربعة، أربعة هي البوطان، إذن البوطان عارضة، رقم ديال الكربون الوظيفي هو واحد، من واحد أمين، ديال أمين الدالة على هذه المجموعة المميزة هذه، سميناه أمين. إذا نمر إلى الصيغة رقم اثنين، إذا لاحظوا أولا نختار السلسلة الرئيسية، إذا إما أنا أختار هي هذه، هذه سلسلة رئيسية، أو أختار الثانية ندير لون مغاير اللي هو هذا، هذا باللون أصفر. إذا إما هذا ولا هذه، بالنسبة لهذه لا تحتوي على الكربون الوظيفي، إذا ليست بسلسلة رئيسية، وهذه كذلك نختار هذه كذلك، إذا نديرها باللون الأزرق، إذا نختارها الثانية هي باللون الأزرق، ثم ممكن كذلك نختار هذه وهذه راهم غير بحال بحال. يلا لاحظوا هذه باللون الأزرق شحال فيها من درجة ديال الكربون، واحد جوج ثلاثة أربعة، اللي باللون الـ الأصفر عنده كذلك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة.
اللي باللون الأخضر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذن هذه باللون الأزرق، يعني ليست بسلسلة رئيسية، وبالتالي هي غير صحيحة. يبقى يعني باللون الأحمر، باللون الأصفر واللون الأخضر. إذا اللون الأصفر واللون الأخضر هنا يكونوا بحال، يعني بحال سواء اخترتي الفوقانية أو الثانية تكون نفس التسمية. هنا كيبقى كذلك الترقيم، إذا إما الرقم منهجية ولا الرقم منهجية. طبيعة الحال الكربون الوظيفي هو هذا، إذا هنا غادي نرقمو من هاد الجهة، بحيث أن الرقم من هاد الجهة عطانا واحد جوج ثلاثة أربعة ثم خمسة. إذا رقم من هاد الجهة عطانا رقم أربعة. إذا هنا الترقيم والترقيم الصحيح. إذا التسمية هي جوج، عندنا لاحظوا هنا عندنا ثلاثة ديال الجذور الأركينية، عندنا هاد جوج هادو وعندنا هذا. إذا عندنا جوج ديرو فاصلة ثلاثة فاصلة أربعة عارضة ثلاثي ثلاثي مفيل ثلاثي مثيل. عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة هي بنطان بنطان عريضة، ثم جوج يعني جوج يدل على الرقم الكربون الوظيفي، جوج أمي ديال الاسم ديالو هو جوج ثلاثة أربعة ثلاثي ميتيل بنطان جوج أمين. هنا باللغة الفرنسية، هذه باللغة الإنجليزية، هذه جوج ثلاثة أربعة تخي ميتيل بونطان. حنا نديرو هنا باللغة الفرنسية، نزيد واحد أو هنايا أمين، كذلك هنا نضيف واحد أو أمين. إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.